السلام عليكم. قال وزير الدفاع النمساوي توماس ستارلينجر الثلاثاء إن القوات المسلحة النمساوية تعاني من نقص حاد في التمويل لدرجة أنها لم تعد تستطيع حماية الشعب حال التعرض لطارئ خطير. ووجه الوزير دعوة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع قبل أسبوعين من الانتخابات. ووفقا لخطة قدمتها وزارة الدفاع فإن الميزانية السنوية للقوات المسلحة يجب أن تتم زيادتها لأكثر من الضعف، أي حوالي 5.6 مليار يورو بحوالي عام 2030، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للنمسا. أكد تقرير دولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم أنه على عكس التصور الشائع فإن الأشخاص الذين يهاجرون إلى النمسا هم في الغالب من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقال التقرير الصادر عن إدارة الهجرة وتوقعاتها بالمنظمة إنه من بين الدول العشر الأولى المصدرة للمهاجرين توجد 9 دول أوروبية ودولة عربية وحيدة هي سوريا والتي احتلت المركز الخامس. ولفت التقرير إلى انخفاض عدد طلبات اللجوء بنحو النصف في عام 2018. يسعى حزب SPO إلى تقديم المزيد من الدعم للمستفيدين من التدريب المهني في كل التخصصات من خلال إعفائهم مثلا من كل الرسوم المتعلقة باختبار رخصة القيادة. وفي المجال الطبي يسعى حزب SPO إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المتنقلة على وجه الخصوص، حيث سيسعى ممثلو الحزب بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى جعل طبيب الإسعاف يصل إلى منزل المريض في مدة لا تتجاوز 10 دقائق. أكدت النمسا وسلوفينيا تطوير التعاون الأمني المشترك وتبادل الخبرات لتطوير المراكز الشرطية علاوة على التنسيق المتبادل في منتدى سالزبورغ والاتحاد الأوروبي لحماية الحدود والحد من اللجوء. وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية النمساوية أن وزير الداخلية فولفك بيشور أكد أن سلوفينيا ليست مجرد دولة جارة بل تعد شريكا مهما للنمسا، لافتا إلى أن ما يجمع النمسا وسلوفينيا هو العديد من المصالح الأمنية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. إنفوغرافيك لنكتمل بالمعرفة.